مساء الرضا، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم بعمل معكم خبز أو رغيف على الصاج، سهل وسريع. بستخدم بس طحين وملح وخميرة وسكر وماء فقط، ما بضيف له أي شيء تاني. بس عندكم التكنيك في طريقة الطبخ. نحن نشوف الطريقة، بس قبل ما تشوفوا لا تنسوا الاشتراك، تفعيل جرس الإشعارات ولايك وكومنتس. حلو منكم. هنا عندي السكر، هنا الخميرة. تقريبا أنا عملت 2 كوب طحين. بروكم إيش من طحين استخدمت. واستخدمت ملعقة صغيرة خميرة، وكمان ملح لازم كده ينطعم، ملعقة صغيرة ملح أو أقل من ملعقة. حركهم مع بعض، ما فيها شيء، هو كله التكنيك في الطبخ كيف تخبزوها. راح أضيف الماء. بسم الله. يا خبز الطاوة، عجينة طرية بس ما تلتصق في اليد. يعني حاولوا انكم تضيفوا الماء بالتدريج. طيب شوفوا كيف العجينة صارت طرية بس ما تتلصق باليد، بس هي سوفت سوفت، لكن ما تلتصق ابدا في اليد. شوفوا طرية لكن ما تتلصق باليد، عشان تكون عندكم الخبز يعني ناجح، مش زي الفطاير. انا بكرة ان شاء الله اذا قدرت بعمل معاكم الفطاير بشوية، بعمل لي زيت عشان يعني حاجة بسيطة، بس عشان ما ينشفش الطبقة اللي فوق، ولا هي ما فيها زيت ولا شيء، طحين وخميرة وكده بس بندسوها كامل. خلاص واغطي عليها، اخليها شوية تخمر 10 دقائق عشان اعرف اقسمه. طيب خلاص الحين راح اقسم، خليته تقريبا 7 دقائق 5 دقائق بس، يعني الين لانت العجينة. ايش راح اسوي؟ راح اقسم العجينة. طيب كيف حقسم العجينة؟ قلت لكم شيء يبدأ اللي ما عندوش ميزان حق قياس. تقريبا انا راح اسويها، راح اسوي 4 رغايف. تمام، خليهم كبار، 4 5 رغايف. طيب قلت لكم كيف اعرف انها متقسمة مظبوط، يعني نفس الحجم. اي بولة عندكم بالتساوي عبوه، شوفوا هذه اجت مظبوط، اغطيهم مظبوط بعد الين احس انهم اقدر يعني افردهم. طيب خلاص هنا نحن ما نستهلكش طحين كتير، بس عشان نفرد يعني حاجة خفيفة. خليه هنا الطحين، يعني خلاص هنا. هذه السماكة تبعه. خلاص الحين راح احطه مكان اخذ كرة واحطه مكان الكرة وغطي عليه، بس اتذكروا انه من اول واحدة بديتوا فيها. يرتاح 10 دقائق 15 دقيقة وارجع اخبزه، اقل يعني 10 دقائق يكفي. طيب هنا يكون عندي صاج ساخن، راح اشيل اول واحدة عملت فيها فردته، اول عجينة فردته. طيب هنا حطيتها على اوطي النار، اخليها وسط الحين النار، بس يكون الصاج حار. الحين اعد لين 10 واقلب الخبزة، وزي كده اعد لين 10 واقلب. لازم التقليب عشان تنتفخ الخبزة، لازم التقليب زي ما تشوفوا بالفيديو، انتفخت الخبزة من التقليب المستمر. اعد للعشرة واقلب وهي يعني تنتفخ، لانه ليش التقليب ايش يعمل؟ يوزع الحرارة جوا الخبز، وهو سر من اسرار التقليب باستمرار انكم تقلبوها. وخلاص ما شاء الله، يعني انا ما بفتح لكمش كل الاربعة، انا عملت 4 خبزات كبيرة. شوفوا شوفوا الخبز كيف حار، شوفوا الخبز، بفتح لكم يعني واحدة بس. واه بفتح لكم اول واحدة لانها بردت. شوفوا الخبز كيف ما شاء الله يجنن.